الإعلانات، لكن أكيد أن في بعض الإعلانات أو التخفيضات اللي تكون خليني أقول أنه وهمية، فكيف مع كل الإعلانات اللي بنشوفها كيف بنفرق بين التخفيضات الوهمية والحقيقية؟ شوفي، أول شيء اليوم الحمد لله في المملكة العربية السعودية في أنظمة، في وزارات تمنع الاعتيال في التخفيضات، هذه في الجانب الإداري والجانب الأمني يعني. ولكن في الجانب الآخر كل المنشأة وكل براند يقدر يتحايل على العميل، ولكن العميل راح تخسر، العميل في النهاية تقدر تجيبه اليوم يشتري منك تخسره. صحيح. فالأفضل أنك خليك واقعي مع عميل وصريح من العميل، العميل ترى أذكى منك فوق ما تتخيل. طيب ركان، احنا مثل ما ذكرت قبل شوي في المقدمة أنه الآن احنا في نوفمبر، ونوفمبر كله تخفيضات من بدايته إلى نهايته، يعني حتى العزاب حطوا لهم تخفيضات برضه. التخفيضات هذه ممكن تشتت العميل أو أنها تخدمه أكثر أو تخدم الشركات أكثر؟ والله شوف، كثرتها يعني أنا بالنسبة لي أرى أنه التخفيض لأي شركة هو راح يجيب لك العميل اللي أنا ما أحبه. ليش؟ لون اليوم لما تسوي أنت تخفيض راح يجيك عميل مرة واحدة، صح ولا لا؟ صحيح. هو مو جايك عشانك أنت ولا عشان المنتج ولا شيء، هو جاي عشان التخفيض. فأنا اليوم كملك وإن شاء الله شكرا للعميل هذا أنا ما أبغاه، شو الفائدة يجيني التخفيضات؟ ما يلزمني ولا أبغاه، لأنه ما هو على المستوى الطويل ولا على المنتج العالي. فعشان كذا التخفيضات أنا ما أشوفها زي أول، جيب يلا عشان بيع. ما أتوقع اليوم وجود العميل هذا مهم للشركات يعني بصراحة بكل أمانة. في بعض المتاجر بيكون عندهم تخفيضات يعني على مدار السنة، طول السنة بتلاقي عندهم تخفيضات، هل هم بيخسروا؟ هل هم فعلا يعني هذه التخفيضات بتفيدهم؟ هل سعر المنتجات من الأساس المفروض ما يكون مرتفع لكن هم بيعملوا تخفيضات يعني ما بيخسروا منها في النهاية؟ ايش السبب؟ شوفي التخفيضات، شوفي في السابق، خلينا نتكلم في السابق، لا كان يوجد لا وعي عند العميل ولا في تفكير عند العميل، كان يشوف تخفيض يلا ابى اجيب التخفيض ولا اروح للتخفيض بشكل مباشر. انا ارى اليوم التخفيضات انا ضدها تماما 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 تماما. ايش السبب؟ لأن التخفيض زي ما قلت لكم أجيب لك العميل اللي يجي ويمشي، غير كذا يضر البراند أو يضر الشركة، لأن زي ما قلت طول السنة عندك تخفيض، يعني لو شال التخفيض لن يبيع وما راح يبيع. فتخيل عندك منشأة ولا عندك براند ما تبيع له بالتخفيض.